تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل. ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع اليوم معانا الأستاذ أيمن سرحيل. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال البرنامج على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، أرجع أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في العديد من المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي. إحنا يعني ننوه الجميع بضرورة أخذ اللقاح عشان إحنا نتجاوز هذه الجائحة معا، وأيضا وبالأخص الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة. فاللقاح أمان واطمئنان مستمعين الأعزاء. اللقاح جدا مهم وأحدى المفاتيح الرئيسية لمكافحة هذه الجائحة والوصول إلى مرحلة ما بعد الجائحة إن شاء الله. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالفقرات الممتعة. رح نتحدث عن أمراض الغدة الدرقية، ورح نتحدث بعد عن أهمية التدرج في العودة لأنماط الحياة الصحية بعد شهر رمضان الكريم. لكن قبل كل هذا مستمعينا، مثل ما عودناكم عنا خبر لليوم. خبرنا لليوم يقول: وصفة يابانية لإبطاء الشيخوخة. قال البروفيسور الياباني هيروشي هيروزيما إن الشعور بالشيخوخة هو دليل على نقص النشاط البدني الضروري، وعدد جملة من التمارين التي ممكن أن تساعد في إبطاء الشيخوخة. وأكد في مقابلة مع صحيفة نيهون كيزاي إن عدم نشاط أعضاء الجسم يؤدي إلى الشيخوخة في سن مبكرة، وأكد أن كثيرا من الناس باتوا الآن يعانون من آلام غير متوقعة في الجسم بسبب العمل عن بعد، موضحا أن العضلات العمودية التي تحدد من الخصر إلى مقدمة مفصل الورك وكذلك عضلات الظهر أصبحت متيبسة وتضغط على أسفل الظهر نتيجة للعمل عن بعد. وأوصل أخصائي بالبدء في محاربة صدأ الجسم من خلال ممارسة تمارين منتظمة لتمطيط العضلات وخاصة للظهر والرقبة. كما أشار هيروزيمي إن القيام ببعض التمارين قبل البدء في أي نشاط يحسن الدورة الدموية ويساعد في تغذية العضلات، والذي بدوره سيساعد في إبطاء عملية الشيخوخة. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح، مثل ما تعودنا رح تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذا عسلوا رجبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسمة؟ دكتورة أنت تتكلمين عن تيبس المفاصل، أحس المفاصل تيبست علي. هاي نتيجة الجلوس والعمل عن بعد وقلة الحركة، العضلات سماها الباحث صدئة. هو حتى أتوقع دكتور الأشخاص اللي عندهم أعمال مكتبية، نحن دائما حتى قنوات الاجتماعي ننصح الأشخاص أن يقومون بعمليات أو مثل تمارين الإطالة من فترة،
كل نص ساعة كل 45 دقيقة أنه يوقف على الأقل يسوي ستريتشنج لمفاصله عشان يتفادى وايد مشاكل حق التهاب المفاصل وغيره من هذه الأمور. فحتى اللي يشتغلون مو بعد على مكاتبهم لازم أيضا أنهم يتحركون كل شوية ولا يعني بتيبسهم مثل غيرهم. وأنا أوافقك الرأي أسمى صحيح. ننتقل لقنوات التواصل الاجتماعي. بالنسبة للأمور اللي كانت موجودة نحن ما زلنا مركزين على حملات التطعيم المستمرة وأيضا على الإجراءات الوقائية. تقريبا ما باقي لنا شيء على العيد وحين الأشخاص ما شاء الله عليهم ينتقلون يروحون لمراكز التسوق للصالونات وغيرها. ونحن هذه الفترة قاعدين نقدم مجموعة من النصائح اللي تساعدهم في أن يعني يلتزمون بإجراءات وقائية. نحب نذكر حتى الأشخاص اللي ماخذين التطعيم عليهم الالتزام بإجراءات وقائية. قبل كم يوم كان موجود في إحاطة إن الحفلات أو تجمعات العيد مقتصرة على أفراد الأسرة الواحدة في البيت الواحد والنصائح كلها باستخدام الطرق الذكية. وما شاء الله يعني نحن الخدمات الذكية والاتصال المرئي متوفر عنا يعني وعنا بنية تحتية رقمية وايد كبيرة في الدولة تساعدهم مو بس يتواصلوا مع أهاليهم في الدولة حتى خارج الدولة. نتمنى خصوصا مع كبار السن أنهم يلتزمون خصوصا حتى اللي بيزورونهم بالكمامات والتباعد الجسدي. بالنسبة لحملات التطعيم وايد توصلنا استفسارات بالناحية أنه إذا يعني من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا إذا أنا متخذ جرعتي في مركز أقدر أخذ موعد في مركز ثاني. كل المراكز على مستوى الدولة إذا الشخص خذ الجرعة الأولى مثلا خذ الجرعة الأولى في مركز تابع لهيئة الصحة أخذ الجرعة الثانية في مركز تابع لهيئة الصحة. إذا أخذت الجرعة الأولى في مركز ثاني أخذ الجرعة الثانية أضف نفس النتورك مال يعني أو نفس نفس المركز نفس الجهة الجهة الصحية نفس الجهة. فهاي المتغلية بوايد إستثارات كانت وصلنا نحن نقول لهم لا يعني كل جرعة ثانية تكون من نفس الجهة أو نفس المركز اللي أنت أخذته بنا. أيضا من ضمن الإستثارات اللي توصلنا إذا كان فيزا زيارة أو أشخاص موجودين بفيزا زيارة أو أشخاص يبون يجون الدولة للسياحة هل تطعيم متوفر؟ تطعيم في دبي متوفر لي حاملي إقامة دبي لعمارهم 60 سنة فما فوق مقيمين في دبي وحاملي إقامة أخرى للأخوة الخليجيين اللي عندهم إقامة اللي عندهم سلوب إقامة اللي عندهم بطاقة هوية إماراتية وجميع المواطنين على مستوى الدولة يقدرون يأخذون التطعيم في إمارة دبي. وصلتنا أيضا مجموعة من الأسسارات إذا كان الأخوة الخليجيين إذا هم موجودين أو أنهم بيون زيارة أو أنهم بيون فترة وبيروحون بس ما عندهم بطاقة هوية إماراتية من ضمن الشروط لكل الخدمات الموجودة يعني في دبي أن بطاقة الهوية الإماراتية هي مهمة لكل الإجراءات الحكومية الموجودة. من ضمن يعني الأخوة المقيمين الأخوة الخليجيين المقيمين على مستوى الدولة من في كل الإمارات ممكن يأخذون يحصلون على خدمة تطعيم في دبي لكن لازم يكون عندهم بطاقة هوية إماراتية. صحيح. تقريبا هاي من ضمن أكثر الأسئلة اللي كانت توصلنا فحبينا نحن نجاوب أيضا على هاي الأسئلة في الإذاعة عشان يعني نوصل المعلومة لعدد أكبر من الأشخاص. نشكر دكتورة وشكر للجميع ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة مع الإجراءات الوقائية. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معنا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت العديد من الاستفسارات اللي وردتنا عن طريق وسائلنا وردت عليها اسماء. أكثر سؤال كان ينسأل هل بإمكان المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي أنهم يحصلون على لقاح كوفيد-19 في الإمارة؟ نعم بإمكانهم ولكن هناك شرط جدا مهم وضروري وهو حصولهم على الهوية الإماراتية. هذه لازم تكون موجودة في حوزتهم عشان يقدرون يحصلون على هذه الخدمة. هاي كانت آخر مستجداتنا من في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن أمراض الغدة الدرقية مع الدكتور الأمين إبراهيم الأمين. فاصل قصير مستمعينا وراجعي لكم. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا أعزائي المستمعين على الأرقام التالية 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل قلنا لكم راح نتحدث عن أمراض الغدة الدرقية، لكن خلونا شوي نعطيكم بعض المعلومات عن الغدة الدرقية قبل ما نستضيف الدكتور. الغدة الدرقية تلعب دور جدا مهم في النمو البدني، حيث أن نقص إفراز هذا الهرمون يسبب تأخر ملحوظ في النمو. وأيضا الغدة الدرقية هي المسؤولة عن تنظيم عمل الجهاز الهضمي وعمليات الأيض في التمثيل الغذائي، وأيضا تزيد هرمونات الغدة الدرقية من معدل ضربات القلب وضخ الدم وضخ القلب للدم، كما أنها تعزز توسع الأوعية الدموية فيزيد تدفق الدم للعديد من أجهزة الجسم. وطبعا نتيجة لهذه الأهمية الكبيرة فإن الغدة الدرقية مشاكلها وأمراضها المتعددة بيحدث فرق كبير في عمل الجسم عنا، ورح يحدثنا اليوم عن هذا الشيء الدكتور الأمين إبراهيم الأمين، أخصائي أول في الغدد الصماء في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور. وكل عام وأنتم والمستمعين جميعا بخير وعافية. دكتور لو تحدثنا شوي على إلى طبيعة الغدة الدرقية ووظيفتها ومدى أهميتها. نعم، في الحقيقة الغدة الدرقية واحدة من أهم الغدد الموجودة في جسم الإنسان، وجد نشاطها من بداية النصف الثاني تقريبا من عمر الجنين ببطن الأم، ويستمر لحد آخر الأمر بالتأكيد. وبالنسبة لمكانها هي موجودة دائما بتكون في أسفل العنق، وللتقريب إحنا بنقول دائما لمراجعنا إنها خلف ربطة العنق أو الكرافتة، بالضبط هي مكان وجود الغدة الدرقية. أما بالنسبة للوظائف فهي الغدة الدرقية من أهم العوامل للحفاظ على حيوية ونشاط الجسم، فبنسميها هرمونات الغدة الدرقية هرمونات الحيوية. بالإضافة لذلك يعني تدخل في كثير من العمليات المعقدة لتنظيم عمل الجهاز الهضمي وجهاز القلب الوعائي، وكمان النمو وحيوية الكثير من خلايا الجسم، يعني من غير نخش في التفاصيل. نعم. طيب دكتور ما الذي يمكن أن يأثر بالسلب في عمل هذه الغدة؟ نعم، دي ممكن الأسباب كثيرة في اضطراب الغدة الدرقية، يعني ممكن تؤدي إلى زيادة أو إفراط في نشاط الغدة أو خمول في إنتاج الهرمون هرمون الغدة الدرقية. الأسباب زي ما قلت كثيرة جدا، لكن لعل الأكثر شيوعا هي خمول الغدة الدرقية. وخمول الغدة الدرقية يعد ثاني أكثر مرض مزمن شائع عند السيدات في العالم بعد نقص الحديد، ودي سبب الأساس يكون زيادة في نشاط أو إفراط في نشاط الجهاز المناعي تجاه الغدة الدرقية. يعني الجهاز المناعي بيتعامل مع الغدة الدرقية كأنها جسم غريب، بيهجم عليه كأنه زيه زي أي بكتيريا أو جرثومة، وبالتالي على المدى البعيد بيأثر على نشاط الغدة، يا يعني إما بالزيادة أو بالنقصان، والنقصان دائما شائع أكثر كثير من الزيادة. نعم. طيب دكتور أنت ذكرت لي بعض الأمراض، هل في أمراض غدة درقية غير اللي أنت ذكرتهم، وشو هي أسباب أيضا هذه الأمراض؟ نعم، النشاط والخمول زي ما قلنا هم الأكثر شيوعا. غير كده تكون في أورام الغدة الدرقية الحميدة وغير الحميدة، ودي في أماكن أو مناطق في العالم يعني يكون فيها نسبة الأورام دي أكثر من مناطق أخرى، ولأسباب حتى الآن غير معروفة تماما. منطقة الجزيرة العربية ومنطقة شمال أفريقيا من المناطق اللي فيها نسبة عالية من أورام الغدة الدرقية، فما زالت البحوث جارية، لكن السبب بالضبط لحد الآن مش معروف.
الأورام الغدة الدرقية في 97% منها بتكون أورام حميدة، وتقريبا 3% ممكن تكون أورام غير حميدة، وبالتالي التعامل معها يكون دائما يعني أكثر يعني تدخل في أيوة. أعلى طيب دكتور، لو نتحدث عن إمكانيات قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي، ونعطي للمستمعين نبذة عن مجموعة الخدمات اللي يقدمها هذا القسم، وبالأخص لمرضى الغدة الدرقية. نعم، قسم الغدد الصم والسكري بمستشفى دبي قسم يعني قديم نسبيا، يعني تقريبا فوق 30 سنة من خدمة المراجعين. جميل جدا. وهو مكون من مجموعة من القيمة من الاستشاريين المتخصصين ذو التأهيل العالي، ونحن دائما فخورين انه بيراجعونا فوق ال 12 ألف مريض سنويا في القسم بتاعنا دي، بس في كل سنة ما بين عيادات الغدد وعيادات السكر. اللي بيميز القسم الغدد الصم في مستشفى دبي انه نحن دائما بنشتغل في تنسيق تام مع وحدات أخرى، وهي مش متوفرة في كثير من المستشفيات الأخرى. الوحدات اللي نتعامل معها تشمل وحدات التفريغ الصحي، التغذية الكلينيكية، قسم الجراحة وقسم الأشعة وقسم الأشعة النووية وقسم المختبرات الطبية. نحن عادة نستقبل الحالات من عيادات مراكز طب الأسرة بصورة شبه يومية، وبنعمل جاهدين إنه نشوف المراجع في فترة لا تتعدى الأسبوعين من لحظة تحويله، وحاليا قربنا جدا من الهدف ده. الخدمات اللي بنقدمها بالذات في موضوع الغدة الدرقية، ارجع تاني اقول انه اللي هو المالتي ديسيبلينري ميت، اللي هو الاجتماع عدة اطراف ولا عدة اقسام. احنا كل خميس بتجتمع كل الاقسام دي، قسم الجراحة، قسم الغدة الصم، قسم الاشعة والاشعة النووية أو الحرارية، وقسم طب الأنسجة، وبنناقش الحالات اللي شفناها خلال الأسبوع اللي فات، وبنطلع بقرار شامل وخطة علاجية قصيرة وطويلة الأمد. وده بيشمل دائما الحالات الغدة الدرقية، يا يعني إما الأورام الحميدة ولا غير حميدة. فدي واحدة من مميزات الخدمة اللي بنقدمها. الشيء الثاني اللي نفكر برضو من الحياة المهمة إنه سهولة عمل الموجات الصوتية للغدة الدرقية، وفي كثير من الأحيان بنحتاج لأخذ عينة في نفس الوقت أو خزعة. معظم مرضانا اللي بيجونا أو راجعين لنا في العيادة ونلقى إنه في تورم في الغدة الدرقية، في معظم الحالات بنعمل السونار أو الموجات فوق الصوتية في نفس اليوم، وقد نأخذ الخزعة في نفس اليوم، وخلال 5 أيام عمل بنكون طلعنا بتشخيص معتمد على الأنسجة، مش تشخيص بس يعني كلينيكي ولا معتمد على الأشعة. دي من مميزاتنا ومن نقاط القوة ممكن نقول في الخدمة اللي بنقدمها. طبعا هذا شيء جدا مميز أن فريق من الأطباء المختصين يتناقشون في حالة معينة ويتفقون على العلاج الأنسب للمريض حسب حاجته. يعني هذا الشيء جدا يعني مميز، وجدا يعني يعتبر من الخدمات جدا رائعة اللي تقدمها هيئة الصحة للمستفيدين من خدماتنا. دكتور الأمين، هل في من نصيحة أخيرة حاب توجهها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ النصيحة ما يخص الغدد، مرض الغدد ممكن يكون من الأمراض اللي بتكون شائعة في الأسر. جدا يعني شائعة. فأي شخص يكتشف إنه عنده نشاط مفرط في الغدد الدرقية أو خمول، قابلية إنه أفراد الأسرة الثانيين يكون عندهم قد تكون أعلى شوية، فبالتالي مراجعة الطبيب المناسب وشرح التاريخ المرضي مما يسهل احتمالية الفحص المبكر إن توفرت العلامات أو الكرايتيريا لإن نعمله الفحص المبكر. المتابعة مهمة جدا جدا، في بعض المراجعين ما بتكون المتابعة مش مستمرة، فنتمنى إنه المراجعة تكون مستمرة.
معظم أمراض الغدة الدرقية قابلة للعلاج التام، فنتمنى الحضور المبكر والسرد الأعراض المبكر وبالتالي العلاج المبكر بدون مضاعفات إن شاء الله. دكتور الأمين إبراهيم الأمين، أخصائي أول في الغدد الصماء بمستشفى دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيكم، شكرا، تحية الصحة والعافية لكم جميعا. كان معنا الدكتور الأمين وحدثنا عن مرض جدا شائع، أمراض الغدة الدرقية، وعطانا أكثر الأسباب شيوعا، وأيضا حدثنا عن الخدمات اللي يقدمها قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل رح نتحدث العودة للنمط الغذاء المعتاد بعد الشهر الفضيل. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. نواصل أعزائي المستمعين حديثنا عن الاستعداد لنمط الغذاء المعتاد لما بعد شهر رمضان الكريم، وكيف من الممكن أن نحن نتدرج في هذه العودة من دون أي مشاكل، وكيف نتخلص من الأنماط الغذائية الغير سليمة، والعديد العديد من الاستفسارات والتساؤلات اللي راح نطرحها اليوم على ضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة شيرين الوتام، مثقف صحي أول في قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير شيرينة. صباح النور دكتورة. شيرينة، أستاذة شيرينة، لو تحدثينا عن الصيام في شهر رمضان له نمط غذائي مختلف عن الأيام العادية، هل هناك ضرورة للتدرج في الإقبال على الطعام بعد الشهر وأثناء الشهر أيضا؟ طبعا هالشيء وايد ضروري، أول شيء عشان الواحد ما يواجه مشاكل نفس عسر الهضم أو حموضة المعدة، وثاني شيء لأن الطريقة اللي راح يتدرج فيها الواحد إلى إنه يرد حق الغذاء الطبيعي هي راح تحدد إذا راح يلتزم بأكل صحي ما بعد رمضان. فخلال العيد أول شيء لازم الواحد يتناول وجبات الرئيسية في أوقات قريبة من الأوقات اللي كان يتناولها في رمضان، يعني أوقات الفطور والسحور. وبعدين شوي شوي يقرب مواعيد الوجبات إلى مواعيد الوجبات العادية، مثلا الغداء يكون في وقت قريب من الفطور أيام رمضان، والعشاء عقب رمضان يكون في وقت قريب من السحور، وبعدين يوم عن يوم يبتدي يقرب لين ما يرد النمط الطبيعي. هذا الشيء نسويه عشان تعتاد المعدة على الطعام في الصباح. وهم لازم الواحد يبتدي تناول كميات قليلة من الطعام ويزيدها بعد بالتدريج عشان ما نصدم المعدة من أول يوم. بعد شهر رمضان احنا نعرف ان كميات الطعام سوف تزداد، فكيف ممكن احنا نضبط هذا الامر؟ اوكي، مثل ما ذكرت ان اول يوم هو راح يحدد اللايف ستايل اللي الواحد راح يلتزم فيها. مثلا احنا كلنا ندري ان خلال اول ايام العيد يتم التركيز على الأطعمة المتنوعة منها الحلويات والمكسرات والسناكات اللي تكون بين الوجبات. صحيح. وطبعا هذه عادة جدا سيئة، فالواحد لازم يحاول قد ما يقدر إنه ما يقعد يأكل في أوقات متقطعة بين الوجبات. وهالشيء لأن إحنا شهر كامل متعودين على الراحة من الطعام. صحيح. ساعات طويلة، وفجأة راح نصدم الجسم. وهذا راح يربك الجهاز الهضمي، ومثل ما ذكرت يسبب وايد مشاكل، فينصح بتناول الطعام كميات قليلة وتجنب الإسراف في الطعام. طبعا
طبعا أنا دايما أقول لكل المتواجدين معاي في أيام العيد، خصوصا عيد الفطر، جدا جدا مهم أن الواحد يتدرج في الغذاء اللي هو يتناوله، خصوصا أول يوم، لأن مثل ما قلتي المعدة متعودة على صيام جدا طويل لفترات طويلة. يعني إحنا نصوم أكثر من 14 ساعة، وبعدين الطعام اللي نتناوله مختلف تماما عن الأيام العادية. لذلك جدا مهم أن إحنا ندرج في الوجبات هذه، ومثل ما قلتي نحاول أن هي تكون شوية قريبة للأوقات اللي إحنا كنا متعودين عليها. وبعد أنا أضيف نقطة مهمة، أن لازم هذه الوجبات تكون خفيفة، ونختار اللي يناسب الغذاء، يعني نحاول يعني نختار الأغذية المناسبة، السناكات مثل ما قلتي نحاول أنها تكون صحية قدر المستطاع. هل في من نصائح حابة تضيفينها أكثر من ناحية التدرج على الإقبال في الطعام، وخصوصا في الأيام الأولى؟ أول شيء بعطيكم نصايح بسيطة للعيد. يعني الأول يوم العيد قبل صلاة العيد الأفضل أن الواحد يأكل أول شيء تمر. يعني هذا إكزامبل وايد حلو، لأنك أنت تبتدي تنبهين الجهاز الهضمي أنه أوكي غيرنا النظام من الصيام إلى خلاص، يعني قمنا نأكل بوقت وايد مبكر. فأول شيء نبتدي تمرات عشان ما نصدم الجهاز الهضمي، ونعوده شوي شوي، ونبتعد تماما عن تناول الحلويات الدسمة والمجهزة للعيد في بداية اليوم. يعني ممكن بعدين كميات قليلة أوكي، بس ما نصدم الجسم من بداية اليوم. وعقب الصلاة نبتدي بفطور خفيف، ممكن يكون خبز أسمر، شوفان، شوية جبنة، روب لبنة، وممكن خضروات نفس الطماط والخيار وهالأشياء. بعدين وجبة الغداء نأخرها قد ما نقدر، مثل ما ذكرت إن تقربينها من نقربها من وقت الفطور. أوكي، وطبعا نضم بروتين ووايد خضروات، لأن إحنا شهر رمضان ممكن ما نتناول كثير من الخضروات. صحيح. فنحاول قد ما نقدر أن ندخل في أجسامنا فيتامينات عن طريق الخضروات والفاكهة والأشياء المفيدة. وطبعا نقلل كميات الوجبات، تكون كميات قليلة، ما نعود الجسم على تناول كميات كبيرة ويسبب لنا مشاكل. وشنو عقبها خلاص نلتزم بهالكميات الكبيرة ويسبب مثلا سمنة وهالأمور. فإحنا نبي نلتزم كميات قليلة، وممكن نزيدها حسب الحاجة. جميل جدا. طيب أستاذة شيرينة، كيف إحنا ممكن نخطط لنمط غذائي سليم يحفظ لنا صحتنا بشكل عام؟ طبعا الغذاء شيء وايد مهم، إحنا اللي ندخله أجسامنا هو يحفظ لنا صحتنا، ويا الرياضة طبعا. فلازم إذا في غذاء صحي لازم نحرص على ممارسة الرياضة. وهالشغلتين يساعدون إن فيهم لهم تأثير مفيد على صحة الإنسان. والغذاء مثل ما ذكرت فيتامينات، ما نكثر أكلات دسمة، حلويات، نحاول نلتزم بجدول وأوقات معينة لكل يوم تكون نفس الأوقات. طبعا هذا من عقب العيد، أنا أقصد يعني لما نرجع حق نظام غذائي طبيعي. صحيح. نحاول نجدول وجباتنا، وأيضا تناول كمية كافية من الماء لترين إلى ثلاث خلال اليوم. وبس نركز على الأشياء الطبيعية ما تكون مصنعة. ونحاول نجهز طعامنا في البيت أكثر من أن نطلب أكلات الجنك فود والدسمة وهالأمور. الهول ويت اللي هو مثلا خبز أسمر، بدل نسوي نبدل أشياء، خبز أسمر ناخذه بدل خبز أبيض. هل سويتشز الصغيرة هي اللي تغير وتخلينا healthier بزيادة أو clean بزيادة.
طيب احنا نعرف ان العديد منا من الموظفين الموجودين في دواماتهم ويقضون ساعات جدا طويلة في مقر عملهم، فشو هي من نصائح انتي تعطينها لهم عشان يتبعون النمط الغذائي السليم في مقر اعمالهم ايضا؟ إذا يتواجد مثلا مكان يقدرون يأكلون منه في الدوام وفي أكل صحي بيكون هالشيء ممتاز. إذا لا، لازم الواحد يخطط إنه قبل بيوم شنو راح أكل باكر بالدوام، ويسوي له يجهز له وجبته عشان خلاص يلتزم بهالوجبة وقت الدوام. إذا ساعات طويلة لازم خلاص يتغدى في الدوام فيجهز له الوجبة عشان ما يضطر إنه ياكل اي شيء وشيء مو صحي. فعشان كذي وايد مهم ان الواحد يخطط ويجهز وجبته من البيت. جميل جدا. هل في من نصائح اخيره حابه تعطينها للمستمعين بخصوص العوده الى انماط حياتنا العاديه بعد هذا الشهر الفضيل؟ لو تختصري لهم بعض النقاط الاساسيه اللي لازم يحطونها في بالهم بعد هذا الشهر. الواحد اللي تعود على شيء معين هو يمكن يكون صعب بالفترة الأولى، بس من يتعود على الشيء خلاص راح يكون هذا نمط حياة. فعشان كذي لازم الواحد ياخذ وقت يكتب الوجبات اللي راح يتناولها، يخطط شنو هدفه. هل هدفه أنه يكون صحي أكثر؟ هل هدفه أنه مثلا يخسر البعض من الوزن؟ يشوف شنو هدفه ويحدد شنو الوجبات اللي راح يتناولها. وطبعا في وايد وصفات الحين موجودة على المواقع ووصفات صحية، فصار من السهل ان الواحد يتناول اكل صحي. وحتى في مطاعم وايد موجودة الحين توفر طعام صحي، فصار الشيء وايد سهل، ان بس يبي له إرادة. صحيح، أتفق معك أستاذة شيرين لوتا، مثقف صحي أول. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لاستضافتي. كانت معانا الأستاذة شيرين لوتا وحدثتنا عن كيف إحنا نرجع لأنماطنا اللي كانت ما قبل هذا الشهر، كيف إحنا نرجع لأنماطنا المعتادة، أو ممكن إحنا نتبنى أنماط صحية أكثر بعد هذا الشهر الفضيل. في بعض النقاط اللي هي ذكرتها أنا حابة أيضا أعيد في ذكرها لكم أعزائي المستمعين. جدا مهم إن إحنا نعتمد التدرج في الرجوع لنمط غذائنا اللي كان قبل الشهر، لأن احنا مثل ما قلنا لكم سابقا الجسم متعود أن يصوم لساعات طويلة أثناء هذا الشهر الفضيل، أكثر من 14 ساعة لمدة 30 يوم، فالجسم متعود على نمط معين في الغذاء. لذلك جدا مهم أن احنا نعتمد التدرج في الرجوع لنمطنا الصحي بعد هذا الشهر الفضيل. جدا مهم أن احنا ما نصطم المعدة في أول يوم في العيد، نقوم باختيار الأغذية اللي شوية تكون صحية، نحاول ان احنا نتجنب الأغذية الدسمة والمليئة بالسكريات. حلويات العيد نتناولها مستمعينا لكن بكميات قليلة، ونحاول ان احنا نختار الأكثر صحي ما بينهم. بعد الوجبات لازم تكون شوي متباعدة فيما بينها خصوصا في الأيام الأولى، وبعد مهم ان هي تكون خفيفة. وما ننسى ايضا ان احنا نتناول كمية كافية من الماء، لانه جدا مهم ان احنا نحافظ على مستوى الماء في جسمنا. وما ننسى ان احنا ايضا نقوم بالحركة، لان الرياضة اثبتت ان هي جزء لا يتجزأ من تبنينا لانماط حياة صحية. وأيضا عشان بعد إحنا نتجنب المشاكل اللي ممكن تصير لنا في الأيام الأولى بعد هذا الشهر الفضيل من عسر هضم وحموضة، وايد مهم إن إحنا نحاول إن نقلل من الكمية ونباعد بين الوجبات، ونقوم بالاختيار لوجبات جدا تكون يعني نقوم بالاختيار الدقيق لهذه الوجبات. هذه كانت بعض النصايح مستمعين عشان أنتوا تحطون في بال
لكم ما بعد هذا الشهر الفضيل نتبعها. أيضا هي فرصة جدا مهمة أن إحنا إذا بغينا نضيف عادات غذائية صحية في غذائنا فهذا الوقت أيضا جدا مناسب أن إحنا نتبنى بعض العادات. ومثل ما أقول لكم دائما التغييرات الصغيرة الخفيفة هذه بيكون لها على في نهاية السنة ليكون لها ثقل كبير، لأن أشياء بسيطة نغيرها في جدولنا الغذائي أو في حركتنا اليومية رح يكون لها الأثر الكبير في نهاية هذه السنة. من أنماط الحياة الصحية مستمعين الأعزاء نرجع نذكركم بالكلام اللي قالته اسم الجناحي في بداية الحلقة، حدثتنا أن إحنا اقتربنا من موسم العيد وبدأ الأشخاص يقومون بالتجهيز للعيد، ومن ضمن هذه التجهيزات أيضا ذهابنا لمراكز التسوق والمراكز التجارية. فأنا حابة بعد استغل هذه الدقائق اللي باقيت لنا أن إحنا نذكركم ببعض الإجراءات الاحترازية اللي الشخص لازم يتبعها أثناء ذهابه لهذه المراكز. أول شيء وايد مهم أنك أنت تختار الوقت الصحيح لذهابك لهذه الأماكن، تحاول أنك أنت تختار الوقت اللي ممكن يكون أقل ازدحاما عن غيره. أيضا جدا مهم أنك أنت تتجنب الذهاب لهذه المراكز التجارية إذا أنت كنت تعاني من أي أعراض مرضية أو كانت عندك حمى. إحنا نقول دائما بشكل عام مش فقط لمراكز التسوق، لأي مكان لأي نوع من التجمعات إذا كانت عندك أي أعراض مهم جدا أنك أنت ما تقوم بالذهاب لهذه الأماكن إلين ما حالتك الصحية تستقر. أيضا مهم أن إحنا نلتزم بإجراءاتنا الثلاثي المثلث الذهبي اللي إحنا صرنا عارفين أن إحنا يعني صرنا حين حافظين مستمعين الأعزاء، ولكن ما لنا غنى عن هذا المثلث الذهبي. وايد مهم أن احنا نحافظ على تباعدنا الجسدي بيننا وبين الآخرين، مهم أن احنا نحافظ على نظافة إيدينا، وأيضا مهم جدا أن احنا نرتدي كماماتنا بالطريقة الصحيحة. إذا كان مركز التسوق المحل اللي احنا حابين نروح لشوي مزدحم، نقوم بتغيير وجهتنا ونذهب لمحل آخر لين ما هذا المحل شوي يفضى علينا، نستبدل الدفع النقدي الكاش بوسائل البدائل الإلكترونية. أتوقع الحين كلنا عرفنا مدى سهولة استخدامنا لهذه الوسائل الإلكترونية وصرنا ما نستغني عنها. أنا بالنسبة لي صرت ما أستعمل الكاش إلا يعني في الحالات الجدا طارئة. البدائل الإلكترونية أثبتت أنها جدا سهلة وفعالة أيضا في أمور الدفع هذه. بعد في مراكز التسوق إذا إحنا كنا حابين نستريح بعد رحلة التسوق الطويلة هذه، نتذكر إجراءاتنا الاحترازية في المطعم أو المقهى، نتأكد أن الطاولة معقمة، إحنا محافظين على تباعدنا بينه وبين الآخرين. إذا كنا رايحين مع أشخاص نتأكد أن إحنا ما نتشارك وجباتنا ومشروباتنا معهم، ونحافظ على تباعدنا فيما بيننا وبين الآخرين. ونتمنى لكم تسوق ممتع وكل عام وانتم بخير مقدما مستمعينا الأعزاء. هذه كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. لا تنسون ان اللقاح جدا مهم عشان احنا نتجاوز هذه الجائحة. اللي ما بادر باخذ موعد للقاح يبادر باخذه، وخصوصا للفئات الاكثر عرضة. دائما اعيد وازيد هذه الفئات، لان احنا نعرف ان المرض يكون شديد الوطأة عليهم. لذلك اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن جدا مهم انهم يبادرون باخذ هذا اللقاح في اسرع وقت ممكن. أتمنى أن قدرنا نفيدكم مستمعين الأعزاء ولو بالقليل في حلقتنا لليوم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي إسراء الهاشمي، كل الشكر لها لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا. وطبعا مالنا غنى عن مخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر له لدعمه اللامتناهي. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.